اسمي موزه الشامسي، اوبريشن اكزيكيوتيف، موظفه في مركز دبي التجاري في قسم الفعاليات والمعارض. سنة 2016 زرت معرض الوظائف، وأحيت كان هاك الوقت في شهر 4، وكنت ما زلت طالبة في التقنية، وكنت جاي أساس أن أشوف شو الفرص المتاحة لي كطالبة أو كخريجة، وشو الشركات اللي أنا ممكن أقدم فيها. فواحدة من الشركات اللي أنا قدمت لها CV كانت مركز دبي التجاري، وقبل لا أتخرج اتصلوا فيه وطلبوني فور الانترفيو، وبعدها فترة I got the job. بيئة العمل في المركز التجاري ساعدتني في أني أنمي وأكتسب مهارات متعددة، مثل المهارات هذه كيف أني أتواصل مع ناس من جنسيات مختلفة، وكيف أني أنا أكون عنصر فعال في تيم.